السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنعلم الأطفال إزاي يكتب بخط منسق حروف اللغة الإنجليزية. لو اتعلم يكتبهم بالتنسيق وعرف كل حرف بيكتب على أنهي سطور، هيقدر يكتب الكلمات بخط جميل جدا، ويبقى خطه منسق ومظبوط. عندي طريقة أستاذي علمها لي في إعدادي، ولحد دلوقتي أنا ماشي عليها. أنا عندي هنا 4 سطور، فهنرقم السطور، يعني هنرقم السطور. هنكتب أول سطر على 1، بعد كده 2 3 4. نفس الحكاية في السطور اللي بعدها 1 2 3 4، 1 2 3 4. كل الحروف الكابيتال هعملها على السطور 1 و2 و3. هنكتب كل الحروف الكابيتال على 1 و2 و3، يعني حرف الايه الكابيتال كده، وهي طبعا موجودة في الكتب بس ما فيش حد بيمشي بيها. يعني عندي هنا هنكتب حرف الايه كابيتال على 1 و2 و3. الشرطة بتاعت الايه هتبقى على 2، هتبقى على 2. طيب عندي حرف الاي سمول، الاي سمول هتبقى على ال 2 و3، على ال 2 و3، هنكتبها كده تمام. يبقى كل الحروف الكابيتال على 1 و 2 و 3، الحرف السمول بتاع الاي على 2 و 3. طيب تعال نشوف البي، البي برضو، البي الواحد بتاعها على 1 و2 و3، لكن الدايرة الأولى بنعملها على 1 و2، والدايرة الثانية على 2 و3. وطبعا لأن لها 1 على فوق، فهي هتاخد برضو، هتاخد 1 و2 و3، أو الواحد بتاعها أهو هياخد 1 و2 و3، والدايرة بتاعتها على 2 و3، الدايرة بتاعتها على 2 و3. طيب حرف السي اتفقنا الكابيتال على 1 و 2 3، يبقى هنعمل سي كبيرة كده. السي الصغيرة بتاعتها والسمول على 2 و 3 زي حرف الاي، الاي السمول، وطبعا مش بنطلع برا السطور، يعني على السطر بالظبط ببدأ اكتب الحرف ايه، الحرف بتاعي. هنعدل بس السي دي شوية، انا بس برفع ايدي عشان خايفة امسح السطور اللي تحت. بعد السي هناخد حرف الدي برضو على 1 و 2 و 3، الدايرة بتاعته كاملة على 1 و 2 و 3، لان ليه 1 من فوق فهياخد السطر 1 و 2 و 3. ده حرف الدي كده، A B C D. طيب تعال نشوف حرف الاي السمول، دي حرف الاي برضو، برسم بكتب 1 على 1 و 2، اول شرطة لي على 1، شرطة على 2، وشرطة على 3. حرف الاي السمول على 2 و 3، هذه حرف الاي. حرف الاف السمول برضو على 1 و 2 و 3، الشرطة الأولى على 1، الشرطة الثانية على 2، وطبعا عشان هو برضو نفس الشكل فهنعمله على 1 و 2 و 3، الشرطة بتاعته على 2 تمام كده. حرف الجي الكابيتال على 1 و 2 و 3، الشرطة بتاعته على 2، الشرطة بتاعته على 2. طيب هنا حرف الجي يعني بنسميه ديل، بنقول ليه ديل من تحت او ليه جزء من تحت. يبقى انا الراس بتاعة حرف الجي هنعملها على 2 و 3، وبقيته هينزل على 4. يبقى هنا راسه بس ما بين 2 و 3، وبقيت الديل بتاعه هيروح على السطر الرابع، هيروح على السطر الرابع. حرف الاتش، الاتش طبعا هيبقى على 1 و 2 و 3، لان برضو ليه 1 من فوق، الشرطة بتاعته على 2، وعشان هو برضو ليه 1 من فوق فهياخد 3 سطور.
الوان والتو والثري، والجزء بتاعه هياخد من التو لحد الثري. حرف الاي، حرف الاي برضو، على الوان والتو والثري. الاي السمول هياخد من التو للثري بس كده، هياخد من الاي على التو والثري. حرف الجي، حرف الجي، تعالوا نشوف حرف الجي الكابيتال هياخد 1 و 2، حرف الجي الكابيتال 1 و 2 و 3. لكن حرف الجي جي سمول هياخد من اول الطول لحد الفور، يبقى كده من اول الطول لحد الفور 2 3 و 4. حرف الكي 1 2 3 كاملة كده، ده حرف الكي. حرف الكي سمول نفس السطور 1 و 2 و 3، بس الشرطة بتاعته بتبقى ما بين الايه التو والثري، التو والثري. حرف ال 1 و 2 و 3، ال small نفس السطور 1 و 2 و 3. حرف ال M capital، اتفقنا capital 1 و 2 و 3 كل الحروف. حرف ال M 1 و 2 و 3، M small على ال 2 و 3 بس. حرف ال N 1 و 2 و 3، N small على 2 و 3، على 2 و 3. حرف ال O 1 و 2 و 3، O small على 2 و 3 بس. P على 1 و 2 و 3 الكابيتال، لكن الصمول بقى، بص الصمول بتاعتها تبقى طبعا هي لها واحد على تحت، يبقى هناخد من التو 3 والفور، اما الراس بتاعتها هتبقى على التو والثري بس. P Q برضو الكابيتال على 1 و 2 و 3، كيو الكيو بتاعتها السمول شبه البي برضو على التو والثري والفور، الشكل بتاعها اهو كيو. تعالوا نشوف حرف الار، ار برضو الكابيتال زي ما اتفقنا على الوان والتو والثري. R small على 2 3، S حرف ال S على 1 و 2 و 3، S small على 2 3. حرف ال T capital 1 و 2 و 3، التي سمول هنطلع بيها سنة شوية بس كده عشان نحط الايه الشرطة بتاعتها كده، تي على 2 3 طلعنا بيها شوية فوق. حرف اليو على 1 و 2 و 3، اليو كابيتال. حرف اليو سمول على 2 3، يو. حرف ال V، حرف ال V 1 و 2 و 3،
في سمول على 2 3، W على 1 و 2 3، حرف W سمول على 2 3، X على 1 و 2 3، ال X سمول على 2 3، حرف الواي جزء بتاعها اللي فوق على ال 1 و 2 وبقيتها على 3. اما الواي سمول فرصها على ال 2 و 3 وبقيتها على 4، بقيتها على 4. حرف الزد على 1 و 2 و 3، اما الزد السمول على 2 و 3. تمام كده خلصناهم، هوريهم لكم كده ايه شكلهم كامل. هي بس مش كده اهي كاملة. طيب لو الطفل عايز يكتب كلمة بقى، تعالوا مثلا ولتكن كلمة مثلا، هنكملها تحت، هنعمل 4 سطور. مثلا يقول مثلا I love cats، هيكتبها كده. نفترض السطور بتاعتنا اهي 1 2 3 4، هيقول I love cats. لو قدر يحفظ السطور وعرف ينسقها فهيبقى خطه في الاخر كده، حتى من غير السطور ما يكونوا موجودين قدامه، خلاص هيبقى اتعود ان هو يكتب بخط كويس، والحروف بتاعته هتبقى منسقة كده بالشكل ده. اتمنى اكون يعني قلت لكم طريقة سهلة للولاد اللي هما بيكتبوا بينزلوا كده بالسطور، او اللي خطهم مش كويس. فالطريقة دي هتعلمهم ان هما يكتبوا بخط كويس. فانا مش عارفة اجيب لكم السبورة كاملة، هجيبها لكم بالطول كده كاملة اهي، بس مقلوبة معلش، بس كده. طريقة سهلة جدا، اتمنى ان انا اكون فدتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.